أنا أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم. نحن اليوم نتواصل معكم هنا من هذه المنطقة، منطقة الجلاحيف، لنصور لكم محصول الحبحب الذي جهز الآن للأسواق. أنا نتكلم معك حول عملية الرص، يعني كيف تبرزون هذه الحبات يعني بهذا الشكل؟ نبرز الحبة الكبيرة تكون مظهر في السوق. في السوق يعني يكون شكل بارز. أيوة. أيوب، ليش تستخدمون أيوب هذا؟ لأنه هذا هو شذا المزارع. نعم. أجل الرص يعني تتنشط على أيوب. أيوة. إذا كان لكم هذا التصوير هنا منطقة الجلاحيف لصنف الحبحب الشيخ، واحد من أهم الأصناف